السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على كيزاكو. غنشوفوا في الفيديو ديال اليوم تتمة ديال حساب نهايات. في هذا الفيديو غنشوفوا حساب نهايات حينما يؤول اكس الى ما لا نهايه. كنا شفنا في فيديو سابق ملي كيكون اكس يؤول الى عدد شنو هما الحالات اللي عندنا، ودابا نشوفوا الحالات اللي كيكون عندنا اذا كان اكس يؤول الى ما لا نهايه. على بركه الله نبداو بالحاله الاولى. الحاله الاولى فيها ليميت ديالو حد دالة ثابتة اللي هي 5 حينما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية. كما عارفين احنا في ليميت ملي كيكونش عندي اكس الحل كيكون او الجواب كيكون هو داك العدد اللي كيكون عندي. يعني مثلا انا ليميت ديال اكس حينما يؤول اكس زائد ما لا نهاية ديال العدد 5 اللي هو 5، لان اكس اصلا ما كاينش باش نعوض. الحالة الثانية اللي هي حالة 1 ليميت حينما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية ديال التعبير. القاعدة اللي خص ديروها في بالكم وفي الحساب ملي كنحسب ليميت حينما يؤول الى ما لا نهايه كناخذ اكبر اس، العدد اكبر اس. اكبر اس عندي هو اكس اس 2، اذا كناخذ هو المعامل ديالو. كتولي اذا هاد النهايه كامله كتساوي النهايه حينما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه ديال اكس اس 2. وهنا كتبقى ليا غير مساله اشاره، ناقص ما لا نهايه اس 2 كتولي عندي هي ناقص ما لا نهايه في ناقص ما لا نهاية. ناقص مع ناقص هي زائد، يعني غتعطيني زائد. وما لا نهاية في ما لا نهاية هي ما لا نهاية، لأن كنقول ما لا نهاية كنقول هي عدد كبير، عدد كبير ضربتي في عدد كبير غيبقى عدد كبير. هنا كاين حالة مثلا ملي كيكون الملاحظة اللي بغيت نقول أن إذا كان هنا إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية وعندي عدد زوجي دي نطيوها عندكم، فإن كتكون عندي زائد ما لا نهاية. وإلا كانت عندي ليميت حينما يؤول إكس لناقص ما لا نهاية ديال إكس أس عدد فردي مثلا 5، فإنها كتكون هي ناقص ما لا نهاية. علاش؟ لأن هذا عدد فردي. يمكن لكم تأكدوا هادشي بالحساب، ناقص 5 المرات راه هي ناقص، بينما ناقص عدد المرات زوجية فإنه كيعطيني زائد. شوفوا مثال آخر. عندنا ليميت حينما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال التعبير اللي قدامنا. قلنا القاعده ملي كتكون في ما لا نهايه قاعده بسيطه، كناخذ ديما اكبر اس، يعني غناخذ اكبر اس الفوق طبعا بالمعامل ديالو اللي هو ناقص اكس اس 2، وهنا لتحت تجيني ناقص اكس. كيبقى ليا من بعد ندير عمليه الاختزال حينما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه، عندي جوج اكس الفوق واكس واحد لتحت، غيبقى ليا اكس الفوق ناقص مع ناقص هي زائد. اذا ليميت حينما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اكس كنعوض اكس بزائد ما لا نهايه غتخرج ليا زائد ما لا نهايه. هنا كتلاحظوا بان الاس هنا في البسط اكبر من الاس في المقام. لاحظتوا هنا عندي جوج وهنا في المقام عندي الأس واحد، جوج كبر من واحد إذا كتعطيني ما لا نهاية. نشوفوا حالة أخرى. هنا كذلك ومثال، بما أن العدد يؤول إلى ما لا نهاية فإني كناخد أكبر أس الفوق هو أس 2، أكبر أس التحت هو ناقص 3 إكس أس 2. نختزل بإكس أس 2 الفوق و اكس اس 2 لتحت غتبقى ليا هي ناقص 1 على 3. وقلنا بان الليميت حينما يؤول اكس الى ما لا نهايه ديال واحد العدد كيبقى هو هذاك العدد. الى لاحظتوا بان هنا الاسين متساويين، يعني ان اس البسط يساوي اس المقام. في هذه الحاله كيخرج ليا عدد، لاحظتوا، والعدد غالبا غتلقاو يخالف صفر. بحالنا في الذكاء عطاتني ناقص 1 على 3. نشوفوا حالة أخرى بنفس القاعدة، نطبقوا القاعدة اللي الوحيدة اللي كاينة اللي هي أكبر أس على أكبر أس تعطيني ناقص 3 إكس على إكس أس 2. غنختازل غتعطيني هي الليميت حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال ناقص 3 على إكس. ناقص 3 على اكس، اكس كنعوضو بما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية كيعطيني هو
الصفر، هذه قاعدة خصكم تكونوا عارفينها. وعندنا عدد على الصفر مقابل ديالها عدد مقسوم على صفر كيعطيني ما لا نهاية، هذا خصكم تعقلوا عليهم. إذا في هذه الحالة عندي عدد على ما لا نهاية يخرج لي صفر. إلا لاحظتوا هنا اش كنلقاو؟ كنلقاو بأن أس البسط أصغر من أس المقام. في هذه الحالة كيكون عندي صفر. هذوما ثلاثة الحالات اللي تعقلوا عليهم. إلا كان أس البسط كبر فإن كدير ما لا نهاية، كانوا متساويين كتعطيني واحد العدد يخالف صفر، وإلا كانوا البسط صار من المقام كيخرج لي العدد صفر.